كمان مرة برحب فيكم مشاهدينا. قد ايه مهم لما نكون مرئين بصعوبات، لما نكون مرئين بمشاكل كتير، يكون في عنا إيمان. هناك عدة نقاط لها علاقة بالإيمان وتتعلق فيه بشكل مباشر، وهيدا الشيء اللي بيأثر أكتر شيء على نفسيتنا بالأوقات الصعبة. كل التفاصيل مع المعالجة النفسية دانيا دبيبو درويش. صباح الخير. يا هلا، صباح النور. كيف فيك؟ أنا كثير ماشي الحال؟ الحمد لله. كيف الإيمان بهالأيام عندك؟ جيد جدا، ما فيني أطلع عنه الإيمان. إيه، شو هي يعني لما قلتي لي إيمان أنا دغري قلت لك أول شيء يعني عم نحكي عن الإيمان الديني، قلتي لي لا، في كثير أنواع من الإيمان يلي نحن بنتمسك فيها بهيدي الأوقات. إيه، هلا شوفي، في الإيمان اللي أكثر الناس دغري بيربطها راسهم، الإيمان بالله طبعا، بالتعاليم الدينية، بس كمان في تكوني انت مامنه باشخاص معينه، يعني هو الناس اللي كتير بتوثقي فيهم، هو ثقه باشخاص، ثقه بنفسك. انت لو ما عندك ايمان انك انت ممكن تكوني صحفيه ناجحه، كيف فيك تتقدمي اذا عندك الايمان انه لا انا ما بيطلع مني يكون كمان في ايمان بوجهات نظر كمان معينه، مثل اللي بنشوفها بالسياسه. ما في تشغيل راس، ما في كتير اسئله، ما في انه الواحد يكون عم بيشغل عقله، بيحسها بقلبه الشغله انه انا مآمن بشغله معينه بالله. ما في ناس بيقولوا طب اعطوني دليل، ما في دليل، بس هيدي بنحسها بقلبنا. صح. كمان الايمان باشخاص معينه، بتقولي انا لا حاسه انه هالاشخاص منيح. سو فيها مرات بيستبدلوا كلمه الايمان بالثقه بالامل كمان. ومن هون بتصير بتعرفي انه اف هيدا شيء كثير مهم انه الواحد يكون عنده امل، او الاعتقادات، يعني هي انا بآمن اني انا مثلا شخص كثير منيح او لا او العكس. سو هيدي بتصيري هيك بتتوجهي بحياتك على اساس ايمانك. صح. الظروف الصعبة مرات بينضغط الواحد كتير، فبتلاقي الناس بتنقسم. ناس اللي بتتمسك بإيمانها وبتصير بتقول لا، وبتدعي الأم بتسلم، بتحس حالها ما عندها سيطرة على الوضع. طب أنا ما طالع بإيدي شيء، مثل أهالي غزة هلأ منشوفهم يعني قدوة هولي، لأنه كل هالضغط اللي عايشين فيه هني بيرجعوا بيقولوا الله معنا مثلا، وهيدي اللي عم بتخليهم يكملوا بحياتهم على كلمة الحمد لله الحمد لله، عم بيموتوا جوع على كلمة الحمد لله. وفي ناس بتروح على المنحة الثانية بتكون هالقد مضايقة اللي بتصير بتبلش تكتر الأسئلة إنه في الله اللي عم بيعمل فيي هيك مثلا. هون بصير الواحد عم يضعف ايمانه، بفوت بمرحله اللي مثل مرحله وجوديه. أيوة. بكثر الاسئله وبصير بشك، ممكن يشك بحاله، ممكن يصير يشك بالناس، وبيتساءل بقى اذا انا هيدا الايمان تاعي كان بمحله او لا. سو هي مرحله صعبه، يعني مرات الناس بفوتوا فيها لما بيضعف ايمانهم، وفي ناس بيطلعوا منها وبيرجعوا بيستعيدوا ايمانه، وفي ناس لا خلص بيضلوا هالقد منرفزين عليها. يعني بكل الاحوال هو خليني اقول هالايمان سواء فينا بنفسنا بالاشخاص بالمحيط بالله، هيدا الايمان قد ايه بياثر وقد ايه بيلعب دور بالنفسيه. ايوه كثير مهم، لانه يعني حسب ما بيشوفوا بيعملوا الدراسات بيلاقوا الشق الروحاني او هالايمان بالله، اكثر شيء درسوها هي الايمان بالله، انه اللي بيكون عندهم هالايمان عالي عاده بتكون صحتهم النفسيه والجسديه ورضاهم عن الحياه هو اللي كثير منيح عاليين، وبتخف عندهم مشاكل القلق لانه مسلمين امرهم. بتخف عندهم مشاكل الاكتئاب لانه ترجمه الاحداث بالنسبه لهم انه في شيء الله عم بيحضر لي اياه صار هيك. سو دائما نحن بدنا نجرب نترجم الاشياء اللي عم بتصير معنا بشكل يقوينا اذا فينا، مرات عم نترجمها بشكل بيضعفنا. وهون اللي بيكون عنده اكتئاب مثلا مرات كثير تسود الدنيا بوجهه، بيفقد الامل، بيفقد الايمان كمان انه الشغلات ممكن تتغير. وهذا اللي بنقويهم للناس عاده فيه انه معلش مرحله ممكن تتغير الشغلات، انت تطلع على بعدين. هلا كمان الايمان بيخفف الناس اللي عندهم احتمال يفوتوا بالادمان ليتكيفوا مع يعني الاشياء الضغوطات اللي عم بتصير. سو لما عملوا دراسه يعني بكل بقاع العالم على كيف عم بياثر هيدا الشق الروحاني عند الناس والايمان بكثير شغلات، بيلاقوا انه الناس اللي عندها ايمان بتتكيف مع الصعوبات اكثر، لانه كمان
عم بتترجم ايه بتقبلها، بتلاقي معنى لإلها، بتفوت بالعمل التطوعي الاجتماعي أكثر من اللي ما مآمن وعندهم ثبات أكثر بحياتهم. يعني لما بتجيهم مصيبة ما بتلاقيهم كتير كتير انخضوا، لأنه عم بترجموا كل شيء إنه في شيء أكبر منا اللي عم بيتحضر. إيه سو هولي أشخاص يعني كتير بتحسيهم قوية نفسيا، وبالعلم النفسي الإيجابي بيحددوا لك 25 صفة بالأشخاص بيعدوها مصادر قوة. واحدة منهم الروحانية، اللي بيكون عنده هيدا الشيء الروحاني مصدر قوة عنده بيقولوا بيسعد بحياته، بيعيش رفاه أكثر من اللي عرفتي ما عنده إيه هيدا الشيء الروحاني قوي، سواء بالله أو بالكون. يعني في ناس أنه بتعدلك أنه الكون في شيء أكبر منا، سو هيدا مثل وسيلة دفاعية عنا لنترجم الإشياء اللي ما عم نفهمها، أنه لا في شيء أكبر منا هو اللي عم بيمشينا أو يساعدنا بالأوقات الصعبة. يعني طيب اليوم قلتي دانا نقطة مهمة، أنه في أشخاص بالمصيبة أو بالمشكل أو بحيالة شيء عم بتواجهه، في أشخاص كتير بيقوى الإيمان بس في أشخاص كتير ببعده. هل أشخاص بالذات هل بيتعرضوا لنقد؟ هل بيتعرضوا ل إذا بديك رفض من المحيط؟ هل كل يعني نسي أنه الإيمان تبعهم بالله ضعف، ولكن قد ايه بيأثر على إيمانهم بكل الأشياء بقى بالمحيط بحالهم يعني؟ نعم نعم مزبوط، لأن بتعرفي هي لما بياكلها الواحد بوكس مرتب، إذا خسر شغل خسر حدا بحبه أو تتابعت هولي في خسارات معينة، خسر الأب وخسر الإبن مثلا بجمعة مثلا، أو صار في صدمات تانية أو انهز شغله متتالية. إيه سو إذا الواحد تعرض لهيك ضغوطات كتير شائع إنه الواحد مثلا يقول ليه تركتني، ويصير يعمل هول التساؤلات. وهيدي شغلة بيمروا كتير فيها أشخاص، ومثل ما قلتي اللي حواليه بيصيروا بيستغربوا ويصيروا بيهزوه إنه شو بيك روق وين، ما تنسى الله، ما تنسى الإشياء الأكبر، ما تنسى الإشياء الأهم. سو بيصير بيتعرض إيه لسخرية مرات، وبيقولوا خلص هيدا اختل الميزان الأخلاقي عنده وفشل بالامتحان الروحاني، لأن هي مرات تجربة من عدة. بس هي يعني يمكن لازم يتفهموا لهالشخص أكثر، يعني يجربوا ما يحكموا كتير عليه، لأنه بيكون عايش مصيبة وعايش أزمة نفسية كتير قوية اللي عم تكتر التساؤلات عنه بعد ما طلع منها. بده يتكيف بطريقة ما، طبيعي يصير عنده هول الأسئلة. ولازم مرات في ناس عندهم إيمان بالله، لما بتصير لهم مصيبة بيصيروا بيقولوا الله عم بيقصصني، ما بيترجموها كثير هيدي الكلمه صح، ما بيترجموها بالشكل انه الله عم بيختبرني، الله عم بيشوف صبري مثلا. بيقولوا عرفتي الايمان تاعهم مرات بضعفهم بدل ما يقويهم. سو هون يعني نحن منا كاملين، يعني إذا الواحد بيؤمن بالله بيعرف إنه هو شيء كتير عظيم، نحن منا عظمة قده سو ما حنعرف أكثر منه، وعنا الضعف تاعنا اللي مرات بدنا نسمح لحالنا نمرق فيه هيدا الضعف، تكون مرحلة، لأن في ناس بعدين بيطلعوا منا أقوى. مزبوط. بيرجعوا بيستعيدوا إيمانهم وبيصير بدنا نعطيهم وقتهم. إيه بدنا نعطيهم وقتهم، ويصبر الواحد على حاله والناس تصبر عليه، لأن إذا حتيجي أنت دغري تصير تهاجمي للشخص أكيد مش رح تجيبي نتيجة غير عكسية، يعني بدها تكون عكسية، بده يحس إنه منه مفهوم، ما حدا عم بحس باللي هو عم بحسه، ما هيك بيكون التعاطف يعني. صحيح. بدنا نجيهم بالهدف لهيك أشخاص. صحيح، وإن شاء الله يا رب الإيمان بضل معبى قلوب كل الناس، يعني لأنه هيدي الشغلة يمكن الوحيدة بعيدا عن كل اللي عم بيصير حواليهم بتخليهم يحسوا بالسلام الداخلي اللي هن بحاجة له. السكينة هيدي كتير مهمة إنه نوصل لها، وهي اللي بتقوينا لما بننضغط. وإذا شطينا شوي عنا بده الواحد هيك يتبع شوي أساليب يرجع، لأنه بترجع له السكينة. صح. إذا حط حاله بالأجواء المناسبة. صح. يروح على الجامع على الكنيسة، بس يرجع يتقرب ويشوف حاله كيف ممكن يصير، يعني في إشياء خطوات لازم يعملها ليستعيد هالإيمان، لأنه الإيمان بقوي. ومش يعني اللي ما عنده إيمان خلص هيدا ضاع بالحياة، في ناس بتلاقيهم عم بيشوفوا معنى من شغلهم من علاقاتهم، حتى اللي بيدرسوا كتير واللي بيصيروا مؤمنين بالعلم
يعني بتركوا هيدا العلم هو الإيمان تاعهم اللي يوجههم. سو كل واحد عنده خيار، يعني ما لازم نكون عم نحكم على لا الناس. طبعا إيه؟ لا طبعا كل إنسان عنده خياره بالحياة، المهم مثل ما أنت قلتي السكينة الداخلية اللي إيه؟ بيوصلها بعيش بألف خير. أيوة. شكرا كثير لك دانيا. أهلا وسهلا فيك. شكرا.